السلام عليكم يا شباب. النهارده ان شاء الله هنشرح المحاضره الثالثه في الباثولوجي، فنتوكل على الله كده ونبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المحاضره اللي فاتت اخذنا ايه؟ اخذنا حاجه اسمها سيل انجري، واتفقنا ان السيل انجري دي هي عباره عن ايه. هي عباره عن تشينج بيحصل في الخليه. التشينج ده ممكن يبقى اي حاجه، ممكن يبقى تشينج فيزيكال، ممكن يبقى كيميكال، ممكن يبقى باثوجين هجم على الخليه فالخليه اتاثرت او تعرضت لاصابه وهكذا. طيب، هل الجسم لما يشوف ان الخلايا بتاعته او التيشو بتاعه بيتعرض لخطر او بيتعرض لانجري، هل الجسم هيسكت؟ هيسيب كده العدو يلعب براحته ويطلع توكسينز ويبهدل الدنيا ويسيب التيشوز الميته موجوده وهكذا؟ اكيد لا، اكيد هيحصل رد فعل. وزي ما قانون نيوتن المشهور كان بيقولك ايه، كان بيقولك لكل فعل رد فعل مساوي له في القوه ومعاكس له في الاتجاه. تمام كده. طيب، ده معناه ايه؟ ده معناه ان اي فعل ليه رد فعل، وبالتالي اي سيل انجري ليها حاجه اسمها انفلاميشن. يبقى ايه هي الانفلاميشن دي؟ الانفلاميشن هي رد الفعل، هي دي رده فعل بتاعت مين؟ بتاعت السيل انجري. فبقول عليها ان هي عباره عن ريسبونس. ريسبونس يعني رد الفعل. رد الفعل بتاع مين؟ بتاع السيل انجري. يعني لما الجسم بيتعرض لسيل انجري او بيتعرض لاصابه وات ايفر كانت، ايه، فيزيكال، كيميكال، باثوجين، ايا كان، بيحصل للانفلاميشن دي كنتيجه لده او كرد فعل لده. تمام كده. فبنقول عليها ايه؟ ان هي تعتبر ريسبونس. طيب، مين اللي بيعملها اصلا؟ الجسم. فبسميها هوست ريسبونس. يعني مين اللي بيعملها؟ يعني الجسم هو اللي بيعملها. طيب، وظيفه الانفلاميشن دي ايه؟ زي ما قلت لك، هو الجسم بيعملها عشان يدافع عن نفسه. ما هو انا مش هشوف الباثوجين جوه جسمي واسيبه. افرض الباثوجين ده طلع مضر، ما هو اصلا من اسمه باثوجين يعني مضر، فمش هينفع. فانا بستخدمها في الديفنس او في الدفاع. علشان كده بقول لما اجي اعرف الديفينيشن بتاع الانفلاميشن بقول عليها هي ايه؟ هي عباره عن ديفنس هوست ريسبونس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي عباره عن رد فعل ريسبونس بيعمله الجسم بتاعي اللي اتعرض للاصابه للديفنس او للحمايه عشان احمي نفسي من السيل انجري. حلو. طيب، معلش اقول كده اخر جمله، عشان احمي نفسي من السيل انجري، صح؟ طب هي السيل انجري دي قلنا عباره عن ايه؟ قلنا ممكن يبقى باثوجين يهجم على الجسم، ممكن نكروتيك تيشو، تيشو بايظ عندي ميت خلاص مش هينفع اسيبه. ليه؟ طب ما تسيبه يا عم الميت موجود، يعني ما ده مش هيضر في حاجه. لا طبعا هيضر. ليه؟ النسيج عندي وهو بيحتضر او وهو بيموت بيطلع انزيمز وحشه يعني بتاذي الجسم، وبيطلع اللايزوزومز اللي موجوده فوق. ملخص الكلام يعني بيطلع مجموعه كيميكلز، الكيميكلز دي هتبوظ الجسم، فلازم اتخلص من النكروتيك تيشوز اللي موجوده عندي. فبالتالي الانفلاميشن عرفنا ان هي ديفنس هوست ريسبونس. طب انا بعمل ديفنس ضد ايه؟ ضد اي باثوجين، او مش شرط باثوجين، ممكن يبقى نكروتيك تيشو، نسيج ميت عايز اتخلص منه، فمش شرط ايه؟ مش شرط باثوجين. تمام كده. طيب، حلو قوي. فاكر قانون نيوتن اللي قلت لك عليه، اللي هو لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة؟ ده معناه ايه؟ ده معناه على قد قوة السيل انجري على قد قوة الانفلاميشن. بمعنى يعني مثلا افرض في خناقة في الشارع، الخناقة دي بين علي علوكة واشرف كوخة والاتنين بيضربوا بعض، انا هتصرف ازاي كظباط؟ مثلا هجيب لهم شوية عساكر وبوكس وخلاص هلمهم، الموضوع يعني مش حوار. لكن هل ينفع اجيب لهم بقى دبابات ومدرعات وطيارات وهليكوبتر ونزل المظلات وهات البحريه؟ ايه الهبل ده؟ لا طبعا، لا طبعا، بالعكس انت كده بتستهلك اسلحه على الفاضي، فدي حاجه هتضر الجيش والشرطه، فمش هينفع. فعلى قد السيل انجري على قد الانفلاميشن. يعني والله لو السيل انجري عندي بسيطه، يعني باثوجين ضعيف، يبقى الانفلاميشن بتاعتي بسيطه. والله بقى السيل انجري كبيره، يبقى هستخدم انفلاميشن قويه برضه، هعمل رد فعل قوي. تمام كده. طب افرض بقى كانت السيل انجري بسيطه، يعني باثوجين ضعيف، بس انا استعملت انفلاميشن قويه، يعني الجسم اتفاعل قوي 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 مع الباثوجين ده، ايه اللي هيحصل؟ قال لك الانفلاميشن دي هتاذي الجسم. فعشان كده بنقول في الديفينيشن بتاع الانفلاميشن ان هي عباره عن ديفنس هوست ريسبونس ضد الباثوجين والنكروتيك تيشو، بس بنقول كمان ان هي مي كوز ديث، يعني ممكن تموت. تموت امتى؟ امتى الانفلاميشن تموت الجسم؟ لو كانت زياده عن حدها، لو كان عندي سيل انجري بسيطه والجسم اتفاعل قوي زياده عن اللزوم. تمام كده يا شباب. يبقى احنا كده عرفنا التعريف بتاع الانفلاميشن، نحفظه في ثلاث نقط: ديفنس هوست ريسبونس ضد الباثوجين والنكروتيك تيشوز، وممكن تسبب الموت او ممكن تسبب امراض واضرار امتى؟ في حاله ايه؟ لو كانت قوه الانفلاميشن اكبر من السيل انجري. تمام. طيب، سؤال كده عايز اساله لك،
هو افرض مثلا انت وانت بتقطع خيار مثلا في المطبخ اتعورت، السكينة قطعت صباعك مثلا، مش قطعته خالص بس اللي هو جرحت واوا يعني، هل الجسم كله بيتفاعل مع الواوا دي ولا ايه؟ يعني هل انت مثلا لما الدم يبتدي ينزل هل انت بقى محتاج تروح المستشفى واعملوا لي كبيره وهاتوا لي مضادات حيويه بسرعه ومش عارف ايه، ادخل العمليات والحاجات دي كلها؟ لا 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 خالص، صح ولا مش صح؟ ده دي واوا يا عم الحاج، ده كلام فارغ يعني. ايوه برضو، ده معناه ايه؟ ده معناها ان الانفلاميشن دي ما بتحصلش الا في المكان اللي حصل فيه انجري بس. بمعنى لو صباعي انا بس اللي اتعور يبقى الانفلاميشن هتحصل مكان صباعي، مش هتيجي تحصل في قفايا مثلا ولا تيجي تحصل في كعب رجلي، لا هي الانجري كانت في صباعي يبقى الانفلاميشن في صباعي. علشان كده بنقول عليها ان هي لوكال انفلاميشن او لوكال ريسبونس، يعني الاثنين صح، لوكال ريسبونس يعني ايه؟ يعني هي رد فعل اه بس بتحصل في مكان الانجري بس، الجسم كله مش هيتفاعل معاها. طب افرض مثلا كانت بكتيريا او فيروس، والبكتيريا والفيروس دول انتشروا في الجسم كله، اه خلاص في الحاله دي يبقى الانفلاميشن هتبقى في الجسم كله. يعني هي بتبقى على حسب مكان السيل انجري، مفهوم كده الكلام ده؟ وادي مثلا الصوره اهي قدامك، ادي هنا الانجري اهي، تمام. الانفلاميشن فين؟ الانفلاميشن عندها هنا، لكن بص الجزء ده مثلا، الجزء ده نظيف اهو زي الفل، ولا في انفلاميشن ولا في اي حاجه. ليه؟ ما هو ما فيهوش الاصابه، تمام كده حلو. طيب ايه الغرض اصلا من الانفلاميشن؟ يعني ايه الفانكشنز اوف انفلاميشن؟ ايه الغرض منها؟ انا مستفيده منها بايه؟ زي ما اتفقنا ان هي ليها وظيفه الديفنس او الدفاع. طيب انا عايزاك توضح لي كده يعني ايه كلمه ديفنس، يعني وضحها لي كده بشكل ايه دقيق اكتر، يعني بيدافع ازاي؟ قال لك اول حاجه بتعملها الانفلاميشن ان هي بتعمل ريكوجنيشن للباثوجين. يعني ايه؟ يعني الخلايا اللي بتبقى موجوده في الجسم، انت جسمك كله عباره عن خلايا، تمام؟ لولا الانفلاميشن ما كنتش هتعرف ان في باثوجين موجود في الجسم، وهنفهم الكلام ده لما اجي اشرح لك الاكيوت انفلاميشن. يعني انت لو ما كانش فيه في جسمك انفلاميشن كان زمان جسمك مليان فيروس، كان زمانك ميت اصلا. ميت ليه؟ انت اي باثوجين هيخش، اي بكتيريا هتخش، اي فيروس هيخش، انت مش هتحس، مش هتعرف اي حاجه. فالانفلاميشن دي اول فايده ليها ان هي بتعمل ريكوجنيشن لمين؟ بتعمل ريكوجنيشن للباثوجين نفسه. حلو. اتنين، بتعمل تجنيد لليوكوسايتس. بمعنى انت خلاص عرفت ان جسمك فيه باثوجين، هل هتسكت؟ هل الانفلاميشن دي هتسكت او هل جسمك هيسكت؟ لا، على طول بقى هيجيب الضباط ولا هيجيب العساكر ولا هيشوف هيجيب مين، ويلا انزلوا لموا الدنيا. فبيعمل حاجه اسمها ريكوكمنت لليوكوسايتس. طيب مش هكتبها ليه؟ عشان مش عارفه استهجها، بس انت هتلاقيها موجوده في السلايدز وهنقراها، بس احنا هنميزها بحرف الار برضو. ريكوكمنت لليوكوسايت يعني ايه؟ يعني بيروح يجند خلايا الدم البيضاء، يجهزها، يقول لها يلا يا رجاله احنا عندنا طلعه دلوقتي، في علي علوكه واشرف كوخه موجودين في الشارع، يلا بينا نروح نهاجم. حلو. طيب بعد كده البكتيريا والفيروس اللي بيبقى موجود جوه الجسم مش بس بيأذي الجسم بشكل دايركت، لا، البكتيريا عامة لما بتيجي بتتغذى على الجسم بتطلع حاجة كده، لان ادي دي بكتيريا بتطلع مادة، المادة دي اسمها توكسين او مادة سامة، المادة السامة دي بتأذي الجسم جدا. فميزة الانفلاميشن ان هي بتتخلص من البكتيريا نفسها، ومش بس كده، ده بتتخلص من السبستنس اللي بتطلعها، يعني بتتخلص من التوكسنز اللي بتطلعها، بتخلص من الاندوتوكسن او الاكزون، بتتخلص من اي توكسنز بتطلعها البكتيريا. فادي ثالث ميزه للانفلاميشن، اول ميزه ريكوجنيشن، ثاني ميزه ريكوجمنت لليوكوسايتس، وثالث ميزه ان هي بتتخلص من اي بكتيريا او التوكسنز ايه او التوكسنز بتاعتها. طيب ايه الميزه بعد كده اللي موجوده برضو الانفلاميشن؟ قال لك ريجوليشن. يعني ايه كلمه ريجوليشن؟ يعني بتنظم الجسم. ازاي؟ يعني انت دلوقتي حصلت انفلاميشن، فالجسم بدا يحمر وبدات ان انت حراره تيجي ويحصل فازو دايليتيشن وفي هيستامين بيترش وفي بلاوي سودة، هل انا هفضل اسيب الحاجات دي موجوده كده ولا خلاص بقى بعد ما اخلص على البكتيريا لازم الم حاجتي؟ يعني انت دلوقتي في خناقه في الشارع، جبنا البوكس وجبنا العساكر وجبنا الضباط وجبنا كل الحاجات دي، هل انا هفضل سايبهم في الشارع ولا خلاص بيتك بيتك؟ خلاص بيتك بيتك بعد ما اخلص على الاعداء او اخلص على الباثوجين خلاص. فهعمل ايه؟ بعمل ريجوليشن، يعني بنظم الموضوع. خامس حاجه ريبير. ريبير يعني ايه؟ البكتيريا زي ما قلت لك هي اهم حاجه عندها ان هي تاكل، فهي لما بتخش بتقعد تاكل في التيشوز اللي موجوده في الجسم، فلما التيشوز تتاكل التيشوز يا اما بتمرض يا اما بتموت،
تمام كده، وزي ما قلت لك فضلات البكتيريا دي هي دي التوكسينز اللي بتطلعها. طيب الانفلاميشن بتعمل ايه؟ قال لك هي مش بس بتتخلص من البكتيريا ومن التوكسينز بتاعتها، لا ده التيشوز اللي هي بوظتها بصلحها، ولو موت التيشوز برميها. يعني انا بتخلص من النكروتيك تيشوز، ومش بس كده، ده انا لو عندي انفليم تيشو او عندي تيشو ممرض يعني جاله مرض مثلا من البكتيريا دي بصلحه وبعالجه. يبقى احنا عندنا 5 فانكشنز خلاص للانفلاميشن: ريكوجنيشن، ريكوبمنت، وتالت حاجه مش فاكراها، رابع حاجه ريجوليشن، خامس حاجه ريبير، تالت حاجه ان هي بتقدر تتخلص من البكتيريا والايه والتوكسينز. طيب كده احنا اتكلمنا عن الفانكشن اوف ايه اوف انفلاميشن. حلو. طيب فاكر لما قلت لك انه في قانون بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في القوه، وقلت لك ان ممكن السيل انجري دي او الباثوجين اللي دخل الجسم، قلت لك ممكن يبقى ضعيف وفي نفس الوقت ممكن يبقى قوي. طب افرض كان الباثوجين اللي دخل ده ضعيف، يبقى الانفلاميشن بتاعتي قويه ولا ضعيفه؟ لا، الانفلاميشن بتاعتي مش اقوى حاجه، ودي حاجه صحيه، دي حاجه كويسه. يعني هقدر اتخلص من الباثوجين بسهوله ولا لا؟ طبعا ده انا هقدر اتخلص من الباثوجين بسهوله، ده ضعيف، ده ويك باثوجين، ويك باثوجين يعني باثوجين ضعيف، فاقدر اتخلص منه بسهوله. فالانفلاميشن بتاعتي مش هتاخد وقت، هتبقى الديوريشن بتاعتها صغيره، فبقول عليها شورت ديوريشن، الوقت بتاعها صغير. طيب هل هستخدم اسلحه ومدرعات ودبابات ومطاوي وكل الحاجات دي؟ لا يا عم، هم شويه عساكر وخلاص. ومش بس كده، ده العساكر هيجوا بسهوله، مش محتاجه بقى اتصل بالرئيس واتصل بالجنرالات واقول لهم ابعتوا لي مش عارف ايه عشان نجيب دبابات وهاتوا دعم واخد وقت طويل. لا 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 لا، ده في ثانيه بسرعه كده ابعت للعساكر يجوا. فبقول عليها رابت اونست. يعني ايه رابت اونست؟ يعني بمجرد ما الباثوجين بيخش انا على طول بقوم برد الفعل. ليه؟ عشان الباثوجين ضعيف، فانا مش محتاجه ابقى مستعده، مش محتاجه ابقى جاهزه، مش محتاجه اجهز اسلحه ومدرعات والحاجات دي، لا 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 خالص، هو الباثوجين ضعيف هيخلص بسهوله. لما تبقى الانفلاميشن مش اقوى حاجه وتاخد وقت قليل، شورت ديوريشن ورابيد اونست، يعني مش محتاجه ان انت تبقى مستعد لها قبل كده، في الحاله دي بسميها اكيوت انفلاميشن. اكيوت انفلاميشن. يبقى ايه هي الاكيوت انفلاميشن؟ الاكيوت انفلاميشن دي هي عباره عن انفلاميشن مش قويه قوي، يعني مش محتاجه هجوم شديد او كده، بتكون عباره بيميزها انها شورت ديوريشن، فترتها صغيره، طبعا من ايام ماكسيمم اسبوع، وفي نفس الوقت هي رابيد اونست. تمام. طيب افرض بقى الباثوجين ده، لا ده رخم قوي، ده فيروس زي حاجه عامله زي فيروس كورونا كده، لما جت لنا كورونا، هل الكورونا دي قعدت معانا ايام او اسبوع او اسابيع حتى؟ لا، ده كانت اقل حاجه بتقعد شهر ونص شهرين، صح ولا مش صح؟ فبالتالي الباثوجين ده مش سهل، بالعكس ده تقيل قوي. فهل انا هستعمل انفلاميشن بسيطه؟ لا، ده انا محتاجه انفلاميشن عاليه، هاي انفلاميشن. طب يعني ايه هاي انفلاميشن؟ ما توضحها لي. قال لي اول حاجه انا هاخد وقت طويل في العلاج. ليه؟ لان الباثوجين مش سهل، فهتبقى لونج ديوريشن. طيب تاني حاجه، طالما ده فيروس مش سهل وقوي جدا، يبقى انا كمان لازم ابقى متسلحه باسلحه قويه وحاطه خطه، الخطه دي تقدر تساعدني في ان انا اتخلص على الباثوجين. ففي الحاله دي بسميها جراديوال اونست او انست. يعني ايه جراديوال اونست؟ يعني محتاجه تكتيك او محتاجه تخطيط للهجوم، مش هعملها كده بشويه عساكر، لا ده انا محتاجه هليكوبتر ومحتاجه دبابات وهكذا. في الحاله دي بسميها ايه بقى؟ بسميها كرونيك انفلاميشن. طيب يبقى انا دلوقتي لو عايزه اعمل مقارنه بينهم هما الاثنين، تقدر تقارن لي يا عم الحاج بين الاكيوت انفلاميشن والكرونيك انفلاميشن؟ اول حاجه الاكيوت انفلاميشن دي وقت طويل ولا وقت قليل؟ قال لي لا، ده شورت ديوريشن. طيب امال الكرونيك؟ قال لك لا، ده الكرونيك اللي عندي لونج ديوريشن، بتقعد وقت طويل. ماشي، الكرونيك انفلاميشن محتاجه تخطيط قبلها، جرادوال يعني مش ههجم بسهوله. طيب امال الاكيوت؟ لا الاكيوت على طول، هم شويه عساكر يلموا الدنيا. طيب ايه العساكر بقى عندنا؟ العساكر دول ليهم اسم مخصص ليهم، ايه هم؟ النيوتروفيل والماكروفيج، هم دول العساكر اللي موجودين عندنا. وطبعا الماست سيل، يعني الماست سيل دي هتفهم دورها كمان شويه، هي مش عسكري، هي حاجه كده عامله زي الانذار، جهاز الانذار بتاعنا يعني.
فهي مش عسكري قوي، بس العساكر بتوعنا هما النيوتروفيل والماكروفيج. طيب انا قلت لك هل انا ينفع استعمل عساكر بس؟ انا هستعمل شويه عساكر، يعني هستعمل شويه ماكروفيج ماشي، هيبقى معايا شويه عساكر يساعدوني، بس انا لازم يبقى معايا ضباط، فلازم يبقى معايا لينفوسايتس. لينفوسايت لازم يبقى معايا لينفوسايتس، ولازم يبقى معايا حاجه اسمها بلازما سيل، دي كلها خلايا متخصصه جدا للباثوجنز الايه، للباثوجنز القويه. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين الاكيوت انفلاميشن وبين الكرونيك انفلاميشن. ايه اللي بيميزهم عن بعض؟ الديوريشن، ده شورت ديوريشن وده لونج ديوريشن. حلو، ساعات الجسم بيتعرض لفيروس مثلا او بكتيريا او حاجه وبيستعمل فيهم العساكر، يعني بيستعمل نيوتروفيل وماكروفيج، بس في نفس الوقت بياخد مده طويله، يعني هو جمع بين صفتين، اخد من الاكيوت انفلاميشن ايه، اخد من الاكيوت انفلاميشن ان هو خد العساكر النيوتروفيل والماكروفيج والحاجات دي كلها، لكن اخد من الكرونيك ايه، اللونج ديوريشن، ان هو قعد مده طويله عشان يعني يتخلص من الانفلاميشن دي. ففي الحاله دي بسميها السب اكيوت انفلاميشن. يبقى ايه هي السب اكيوت انفلاميشن؟ هي ميرج بين الاكيوت وبين الكرونيك، او بمعنى اصح هي مرحله بين الاكيوت وبين الكرونيك. مش احنا عارفين ان الاكيوت بتتحول لكرونيك؟ تتحول لكرونيك امتى؟ لو لقيت ان انا مش عارفه اتخلص على الباثوجين خلال اسبوع، انا قاعده عماله احارب بشويه عساكر وبرده الباثوجين مفيش فايده، خلاص لا معلش ارمي العساكر على جنب، انزل لي يا ابني بالظباط والدبابات على طول. تمام، في مرحله بتبقى بين الاكيوت وبين الكرونيك بسميها ايه؟ بسميها سب اكيوت. دي بتجمع بين الصفتين، بين الاكيوت وبين الكرونيك. طب اديني مثال عليها كده. هنقول مثال عليها فيروس اسمه هيباتيتس بي، هيباتيتس بي، ودي الدكتور قالتها في المحاضره، مش موجوده في السلايدز بس الدكتور قالتها في المحاضره. يبقى الهيباتيتس بي ده مثال على ايه؟ مثال على السب اكيوت انفلاميشن. تمام، طيب احنا بقى في المحاضره دي ان شاء الله هنتكلم عن ايه؟ سيبك من الكرونيك انفلاميشن مش عايزينها خالص، ركز لي بقى على الاكيوت انفلاميشن، هو ده موضوع ان شاء الله المحاضره النهارده، الايه الاكيوت انفلاميشن. طيب نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كده انا لما اجي اقول لك اكيوت انفلاميشن زي ما اتفقنا، انت هتقول عني عندك ايه؟ هتقول التهاب، صح ولا مش صح؟ لما اجي اقول لك انفلاميشن هتقول لي التهاب. طب ما تيجي كده تفهمني يعني ايه كلمه التهاب. لما اقول لك المنطقه اللي في جسمي دي ملتهبه ده معناه ايه؟ تقول لي والله كلمه ملتهبه يعني لونها احمر، صح؟ يعني في ريدنس، ماشي. اتنين، بتبقى منطقه قبة شوية عن باقي الجسم، قبة يعني ايه؟ يعني منفوخة شوية، يعني ورمة، ايوه افتكرت الاسم، ورمة شوية، صح؟ ورمة دي يعني ايه؟ يعني سويلينج، ماشي. طيب رقم ثلاثة، بحس بشوية وجع ففي بين لما بلمسها. أربعة، بتبقى سخنة شوية عن بقية الجسم، هيت. خمسة، دي طبعا انت مش هتلاحظها بس انا بقولها لك، لوز اوف فانكشن، ده معنى كلمة التهاب، صح؟ معنى كلمة inflammation. في المحاضرة دي إن شاء الله دوري إن أنا أجاوب على الخمس أسئلة دول، اللي هو why، ليه بيحصل redness، ليه بيحصل swelling، ليه بيحصل pain، ليه بيحصل heat، وليه بيحصل لل lose of function. يلا نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا سيدي، دلوقتي إحنا عندنا ادي التيشو، استنى اغير لك القلم كده عشان تبقى مركز معايا. ادي التيشوز اللي موجوده عندي. التيشو ده في قاعده اساسيه تبقى حاططها في دماغك بالله عليك، القاعده دي تقريبا موجوده في اي تيشو، تقريبا يعني في اي تيشو كده او اي كونكتيف تيشو، يعني عشان ابقى واضحه اكتر، في اي كونكتيف تيشو لازم تلاقي فيه الموضوع ده. ايه هو؟ اولا هتلاقي حاجه اسمها بارينكايما سيلز، اللي هي اللي تحت دول، خلينا كده نكتبهم، ثانية اعمل اظبط لك القلم بس اهو، بارينكايما سيل. يعني ايه بارينكايما سيل؟ بارينكايما سيلز دي مش اللي هي موجودة في النبات اللي هي في الكوجن والحاجات دي، لا لا، المقصود ببارينكايما سيلز دي خلايا مسؤولة عن فانكشن. يعني مثلا عندك المخ، البرين، مين الخلايا اللي مسؤولة عن الفانكشن؟ المسؤولة عن النيورونز، صح؟ النيورونز دي بسميها بارينكايما سيلز، ليه؟ هي دي اللي مسؤوله عن الفانكشن بتاعه الايه، بتاعه البرين او بتاعه الاورجان بتاعي. حلو، ماشي. بس في حاجه كمان بتبقى موجوده مع البارينكايما سيلز تقريبا في اغلب الكونكتيف تيشوز ان لم يكن كلها، ايه؟ حاجه اسمها ستروما سيل.
يعني ايه ستروماسيل؟ الستروماسيل دي بيكون وظيفتها الديفنس، او بمعنى اصح سبورت، بدعم بيها الخلية. يعني مثلا في المثال بتاع البرين، اتفقنا ان البرينكايما سيل مين؟ النيورون. عارف مين الاستروماسيل؟ انت هتعرفها على فكرة. عارف مين الاستروماسيل؟ فاكر النيوروجلايا؟ النيوروجلايا اللي كنا بناخدها ان هي كانت وظيفة تعمل سبورت للبرين وتعمل كونكشن بين النيورونز وبعضها، هدي تعتبر استروماسيل. يعني ايه؟ يعني هي ملهاش فانكشن، ملهاش وظيفة، مش بتنقل بقى اشارات وكده، لا 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 لا، هي وظيفتها كلها انها تعمل ايه؟ انها تعمل سبورت بس للجسم. تمام؟ طيب حلو قوي. يبقى احنا كده عرفنا ان اي كونكتيف تيشو تقريبا لازم يبقى فيه نوعين، فيه بارينكايما سيلز وفيه ستروما سيل. كلام جميل قوي. طيب تعالى نتكلم هنا مثلا عن السكن مثلا، او على اي تيشو عادي. السكن فين البارينكايما سيلز بتاعتها؟ اهي دي البارينكايما سيلز اللي موجوده، دي اللي مسؤوله عن الفانكشن بتاعتها. حلو. امال بقى مين الستروما سيلز اللي بتبقى موجوده في السكن؟ قال لك عندك هم حاجتين تقريبا، في واحده كمان بس مش عايزينها، مش عايزين سيلتها خالص. اول حاجه عندك هي ماست سيل، تاني حاجه اسمها ريزيستنس، تكتب ازاي دي، ريزيستنت ماكروفيج. طيب بالراحه بقى كده وتركز معايا الله يسترك. حاجه اسمها ماست سيل وحاجه اسمها ريزيستنت ماكروفيج. يعني ايه ماست سيل ويعني ايه ريزيستنت ماكروفيج؟ مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، الماست سيل ده جهاز انذار، شكرا، مش عايزاك تعرف كلمه زياده عن الماست سيل، هو احفظ لي بس الكلمه دي، هي جهاز انذار مش اكتر، هي دي الجرس بتاعي اللي بيقول لي الحق ده في باثوجين موجود، الحق ده في انفكشن موجود، الحق الجلد اتحرق وهكذا. هي دي وظيفه الماست سيل، انها تصوت لي، تصوت يعني ايه؟ الحقوني يا جدعان ده في انفكشن هنا، ده في باثوجين هنا، ده في مش عارف ايه هنا. دي وظيفه الماست سيل. طيب امال ايه الريزيستنت ماكروفيج؟ انا اسمع عن الماكروفيج، يعني الماكروفيج اسمع عنها، خلايا بلعميه بتبلع الميكروبس. امال ايه الريزيستنت دي؟ الريزيستنت من اسمها ثابته، ثابته يعني ايه؟ يعني ما بتتحركش. يعني الطبيعي ان الماكروفيج دي بتتحرك، يعني بتتحرك، وهوريك دلوقتي شكلها بتتحرك كده في التيشوز عاديه. قال لك دي لا، دي بتبقى ثابته كده في مكانها، بحيث انه لما يجي ميكروب او يجي باثوجين او يجي حاجه من كده، مش لسه هستنى لما تجيب لي عساكر وتجيب لي ظباط، لا لا لا، ده انا موجوده اصلا. يعني مثلا هديك مثال يوضح لك الحته دي، لما يبقى في حاره، الحاره دي فيها بلطجيه، انا بحط فيها مثلا شويه عساكر اساسيين، صح ولا مش صح؟ بيبقوا اساسيين موجودين، ما بيمشوش من الايه، كنا حتى بيسموها زمان المأمور، مأمور الاسم، دول كانوا بيبقوا موجودين كده ثابتين، مش بيتحركوا من الحاره دي. تمام؟ ليه؟ عشان لو حصل خناقه دول يتدخلوا على ما جهاز الانذار يشتغل، ونجيب بقى مين؟ نجيب بقى الظباط ونجيب البوكس والحاجات دي. فدول موجودين اساسيين، بسميهم ريزيستنت ايه؟ ماكروفيج. دول الاثنين مع بعض بسميهم ايه؟ بسميهم ستروما سيل. يعني ايه ستروما سيل؟ يعني دي خلايا بتبقى موجوده في الكونكتيف تيشو اللي عندي، وظيفتها ايه يا عم محمد؟ وظيفتها انها تعمل سبورت. تمام كده؟ طيب حلو قوي الكلام ده، ماشي حلو. يبقى احنا كده فهمنا لحد دلوقتي، مفيش مشكله تقريبا الحمد لله. تعال بقى اشرح لي البكتيريا دي او الانفلاميشن دي بتحصل ازاي. طيب احنا هندي مثال يوضح الموضوع ده، ان هو انت مثلا اتعورت، انت مثلا بتقطع حاجه بالسكينه فدخل دبوس مثلا في ايدك او اي حاجه. طيب بص اهو، ادي دلوقتي عندك الدبوس اهو دخل في ايديك، ايه اللي بيحصل؟ الدبوس ده مش ده عباره عن فورين سبستانس؟ صح، يعني اكيد، يعني اكيد اكيد الدبوس ده مش كان مرشوش عليك حل ومتعقم بالنار يعني، فاكيد مليان بكتيريا. فادي دلوقتي البكتيريا دخلت اهي، دخلت دلوقتي بقت موجوده في التيشو. تعال بقى نشوف البكتيريا دي بتعمل ايه وازاي الانفلاميشن بتشتغل. يلا صلى على النبي كده ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البكتيريا موجوده اهي، تمام. بص يا سيدي، احنا اتفقنا ان البكتيريا دي بتعمل ايه؟ قلت لك البكتيريا دي بتقعد تتغذى وتفضل تاكل 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 في التيشو. دي وظيفه البكتيريا ان هي تعمل ايه؟ تاكل في التيشو، ما هي عباره عن خليه وعايزه تتغذى. حلو. لما البكتيريا بتاكل في التيشو اتفقنا ان بيطلع منها فضلات، وقلنا الفضلات دي بنسميها توكسينز. طيب في حاجه بقى جميله جدا، ايه هي؟ فاكر الماست سيل اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي قلنا هي عباره عن جهاز انذار؟ اه فاكرها. الماست سيل دي في عندها ريسبتورز، ريسبتورز دي او بنسميها سنسورز. طيب الريسبتور ده بيعمل ايه؟ قالك التوكسينز اللي بتطلع من البكتيريا دي بتروح تمسك في الريسبتور بتاع الماست سيل،
ولما التوكسينز اللي بتطلع من البكتيريا تمسك في الريسبتورز بتاعه الماست سيل، اللي بيحصل ان الماست سيل بتفرز مجموعه من الكيميكالز مهمه جدا. تاني، البكتيريا دخلت التيشو قعدت تاكل في فيه تاكل فيه تاكل فيه وتطلع توكسينز. التوكسينز دي مسكت في ريسبتورز بتاعه الماست سيل. الريسبتورز دي ليها اسم، وليها اسم واسم مهم جدا، بي ار ار. يعني ايه بي ار ار؟ باترن ريكوجنيشن ريسبتور. يعني ايه؟ يعني ده الريسبتور اللي بيعمل ريكوجنيشن للباثوجين، تمام كده؟ فالتوكسين اللي طلع من البكتيريا دي هيمسك في البي ار ار بتاع الماست سيل، هيخليها تطلع مجموعه من الكيميكلز عباره عن هيستامين. مش بس هيستامين، حاجه اسمها بروستاجلاندين، وحاجه كمان اسمها سايتوكين، وحاجه كمان رابعه برضو معاها اسمها ليوكوتراينز. ليوكوتراينز، خلاص كده بتطلع حوالي اربع مواد: هيستامين، بروستاجلاندين، سايتوكين، ومعاهم كمان ليوكو ايه؟ ليوكوتراين. يا نهار تين، ايه الكلام ده كله؟ بالراحه، انت لحد دلوقتي فاهم معايا الماست سيل حصل لها ايه؟ والله التوكسينز اللي طلعت عملت لها اكتيفيشن. اكتيفيشن يعني ايه؟ حفزتها، حفزت الماست سيل. الماست سيل لما اتحفزت عن طريق الريسبتور اللي هو البي ار ار، صوتت. السويت ده عباره عن ايه؟ السويت ده عباره عن هيستامين، بروستاجلاندين، سايتوكين، وليوكوتراينز. طب انا ليه كاتباهم بالشكل ده؟ علشان دول تقريبا نفس الفانكشن، ودول تقريبا برضو نفس الفانكشن. طيب الهيستامين والبروستاجلاندين دول هيعملوا ايه؟ بص، ايه اللي قدامك ده؟ ده blood vessels. حلو، طيب تعالى كده نركز هنا كده. blood vessel ده عبارة عن ايه؟ معلش، عبارة عن arteriol. arteriol، والarteriol ده عبارة عن ايه برضو؟ معلش، عبارة عن smooth muscle، يعني عضلة ملساء، مش كده؟ طب مش السموس ماسل دي بيحصل لها كونتراكشن وريلاكسيشن؟ عادي جدا، مفيش مشكله. قال لك بقى الهيستامين والبروستاجلاندين دول عباره عن سموس ماسل ريلاكسنت. يعني ايه سموس ماسل ريلاكسنت؟ يعني هيروحوا للسموس ماسلز بتاعه الارتريول دي ويعملوا لها ريلاكسيشن. لما يحصل ريلاكسيشن للارتريول، الكابيلاري كله هيبتدي يحصل له فازو دايليتيشن ويوسع بالشكل ده. يبقى مين السبب في الفازو دايليتيشن اللي حصل دلوقتي؟ الهيستامين والبروستاجلاندين، بالذات الهيستامين، ومعاهم كمان ماده كمان افتكرتها، نيتريك اوكسايد. نيتريك اوكسايد، الثلاثه دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا فازو دايليتيشن للفازل. ازاي؟ عن طريق ان هم راحوا للارتريول عملوا له سموث ماسل ريلاكسنت، فالارتريول لما وسع الكابيلاريز هي الاخرى وسعت، وحصل فازو دايليتيشن، ان الوريد بتاعي وسع. تمام كده يا شباب؟ حلو، تمام. انا لحد دلوقتي اتوقع انك فاهم. جميل قوي الكلام ده. طيب لما يجي يحصل فازو دايليتيشن، ايه اللي بيحصل كمان؟ واخد بالك من الاندو سيلز اللي موجوده هنا؟ الاندو سيلز دي الخلايا المبطنه للفازل، انت عارف الموضوع ده. هل في ما بينهم فراغات؟ لا، هم كلهم مربوطين لبعض. لما بيجي يحصل فازو دايليتيشن، بيتحول شكل الاندو سيل للمنظر ده. ملاحظ ايه انت؟ انا ملاحظ ان الاندوثيلز اللي عندي المسافات اللي ما بينهم وسعت، مش كده؟ زادت البرمابيليتي. زادت البرمابيليتي يعني ايه؟ يعني الفراغات اللي ما بين الاندوثيليال سيلز وسعت. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يمر مواد من التيشو للفيزلز، ومن الفيزلز للتيشو، لان دلوقتي بقت فيه فراغات. طب السؤال هنا، فين الاتجاه؟ هل الاتجاه من الفيزل للتيشو، ولا من التيشو للفيزل؟ ركز معايا بالله عليك في الحته دي. البلاد فيزل لما وسع بقى فيه بلاد كتير 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 موجود، وخلايا كتيره قوي قوي موجوده، وبروتينز كتير موجود، وميه كتيره موجوده، صح ولا مش صح؟ ده معناها ان البريشر جوه الفيزلز، يعني البريشر اللي موجود في الانترافاسكولار، البريشر هنا عالي ولا قليل؟ لا، ده عالي جدا، ده هاي بريشر، صح ولا مش صح؟ طب هل الهاي بريشر ده الفيزل هيقدر يستحمله؟ لا، علشان كده البريشر بيبتدي يعمل ايه؟ يرشح ميه. يرشح ميه يعني ايه؟ زي كانه بيخر ميه، لو عايز يخرج الميه اللي موجوده فيه. ليه؟ علشان يقلل البريشر. فاتجاه الخروج هيبقى كده،
من الانترافاسكولار للتيشو، من الفيزل لمين؟ للتيشو. ده اتجاه خروج ايه؟ خروج الميه. الميه او البلازما هتخرج من الفيزل للتيشو. طب هل الميه هتخرج بس؟ لا، ده الميه كمان بتخرج معاها بروتينز. بروتينز يعني ايه بروتينز؟ او بروتينز دي شكلها ايه؟ قالك شكلها بتبقى حاجات كتيره، ممكن تبقى عباره عن ميدييتورز كيميكال كومباوندز، ممكن تبقى عباره عن انتي بوديز بتيجي، عباره عن بلازما بروتين، اي حاجه مهمه بروتينات برضو بتبتدي تنزل. حلو كده. طيب لما الميه تنزل والبروتينات تنزل، يبقى كده ايه اللي حصل في البريشر اللي موجود في الانترافاسكولار؟ البريشر بدل ما كان عالي بالمنظر ده، لا خلاص البريشر دلوقتي بقى قليل. ولكن البريشر بقى قليل في الانترافاسكولار ولكنه زاد في التيشو. ليه؟ مش انا لسه منزله لك ميه ومنزله لك برضو بروتينز، فبالتالي الهايدروستاتيك بريشر في التيشو ايه اللي حصل له؟ اللي حصل له زاد، صح ولا مش صح؟ طيب زاد ليه؟ علشان الميه والبروتينز اللي كانت موجوده انترافاسكولار بدات ترشح، بدات تنزل، تخرج من الفيزل. طب بتخرج من الفيزل ليه يا عم الحاج؟ علشان البريشر بتاع الانترافاسكولار زاد. طب البريشر زاد ليه يا عم الحاج؟ زاد بسبب الفازودايليتيشن. طب والفازودايليتيشن دي حصلت ليه يا عم الحاج؟ علشان الهيستامين والنيترو اوكسيد والبروستاجلاندين راحوا عملوا سموث مصر ريلاكسيشن للارتريول. طب الحاجات دي راحت عملت سموث مصر ريلاكسنت ليه يا عم الحاج؟ قال لك اسكت ما قلتلكش، مش الماست سيل دي حصل لها اكتيفيشن؟ طب حصل لها اكتيفيشن ازاي يا عم الحاج؟ اسكت برضه ما قلتلكش، مش البكتيريا وهي بتاكل طلعت التوكسينز؟ التوكسينز دي مسكت في الريسبتور بتاع الماست سيل اللي هو البي ار ار، فعملت لها الايه؟ عملت لها الاكتيفيشن. تمام كده. طيب حلو، يبقى احنا اخر حاجه وقفنا عندها ان الهيدروستاتيك بريشر بتاع التيشو زاد والهيدروستاتيك بريشر بتاع الانترافاسكولار قل، وده خلى كميه ميه اكتر تخرج، ميه اكتر 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 عماله تخرج، فبالتالي الانترافاسكولار بقاش فيه ميه كتير، الميه بتاعته بقت قليله، صح؟ فطالما الميه بقت قليله، ايه اللي هيحصل للفيسكوستي؟ الفيسكوستي بتزيد. ليه؟ لان انا لحد دلوقتي السيلز لسه موجوده، الار بي سيز لسه موجوده، الليكوسايتس لسه موجوده، الحاجات دي كلها لسه موجوده، بس كميه الميه قلت، فبالتالي الفيسكوستي مالها؟ الفيسكوستي بدات انها ايه؟ تزيد. طيب لما الفيسكوستي تزيد، ايه اللي هيحصل لحركه السيلز وحركه الكومبوننتس اللي موجوده جوه؟ تبتدي الحركه مالها تقل، فبيحصل مع نقص الميه اللي موجوده في الانترافاسكولار بيحصل زياده في الفيسكوستي بتاعه الانترافينس او بتاعه الانترافاسكولار، وبالتالي بيحصل بطء في الموفمنت، يعني بطء في الحركه، حركه السيلز بتبتدي تبقى بطيئه، حركه الليكوسايتس تبقى بطيئه، الار بي سيز تبقى بطيئه. ولما الحركة بتبقى بطيئة، ده بيخلي نوعا ما الخلايا بدل ما كانت بتبقى موجودة في النص كده، لا بتبتدي نوعا ما زي كأنها تترسب على الجناب شوية، تيجي شوية هنا كده عند عند الاندوثيليال كده، وفي الحالة دي بسميها migration. يبقى يعني ايه migration؟ migration دي يعني الخلايا بدل ما كانت ماشية في نص الارتري او نص الفين او نص حتى الفيزل عامة، لا بدأت انها تيجي على جنب شوية، تركن على جنب شوية كده جنب الاندوثيليا. طب ليه بتركن على جنب؟ بتركن على جنب لان الفيسكوستي زادت فالحركة بقت بطيئة. تمام كده. انا عايزاك تقف لحد هنا كده وتبقى فاهم معايا الكلام ده دلوقتي. تعال كده اوريك انيميشن، الانيميشن ده يوضح لك شويه الموضوع. نتوكل على الله ونبتدي. بسم الله. بص يا سيدي، طيب ادي الدبوس دخل. بص بص ايه اللي هيحصل في الفيزلز. اول حاجه هتلاحظها حاجه غريبه جدا، ان حصل الاول فازو كونستريكشن، بعدها على طول حصل فازو دايلتيشن. احنا فهمنا الفازو دايلتيشن حصل ازاي، خلاص. امال بقى ايه حته ان حصل ترانزيت كونستريكشن او ترانزيت فازو كونستريكشن؟ يعني ايه ترانزيت فازو كونستريكشن؟ دي حاجه تافهه جدا، يعني او مش تافهه بس اقصد بيها ان هي مدتها ثانيتين ثلاثه، ان اول ما الدبوس وهو بيخش في الجلد بيبتدي يحصل فازو كونستريكشن على طول، بسميه حتى ترانزيت فازو كونستريكشن، يعني مش بيقعد مده طويله، بيقعد ثانيتين تقريبا. طب ده سببه ايه؟ سببه حاجه من الاثنين، اما النيرفس، يعني زي ما تقول النيرف اتخض مثلا فراح عمل فازو كونستريكشن سريع، اما ان الجسم مش عايز او خايف يفقد كميه دم كبيره وقت التعويره دي، فبيعمل على طول فازو كونستريكشن، بس بيعملها بسيطه جدا زي ما قلت لك. ايه؟ زي ما قلت لك تقريبا ثانيتين ثلاثه حاجه زي كده. نكمل. يبقى اول حاجه بيحصل فازو كونستريكشن،
بعدها على طول بسميها ترانزيت فازو كونستريكشن، بعدها فازو دايليتيشن. طب سؤال، الفازو دايليتيشن ده حصل ليه بسرعه كده؟ فكرني معلش. حصل علشان الماست سيل لما حصل لها اكتيفيشن طلعت هيستامين بروستاجلاندين، راحوا عملوا سموث ماسل ريلاكسنت للارتريول، فراحوا عاملين لي فازو دايليتيشن. طب الفازو دايليتيشن ده عمل ايه بعد كده؟ قلت لك زود البيرمابيليتي اللي موجوده بين الاندوثيليال سيلز، صح؟ ماشي. طيب هنا احنا كده جاوبنا تقريبا على اول سؤال لو تفتكر، اللي هو سؤال الريدنس. فاكر لما قلت لك بيحصل ريدنس وبيحصل سويلنج والحاجات دي؟ هو الريدنس حصل ليه؟ الريدنس حصل بسبب الفازو دايليتيشن، لان انا زودت كميه الدم اللي بقت موجوده فده سبب الاحمرار. طيب امال السويلنج ده حصل ليه؟ السويلنج حصل بسبب التيشو اللي نزل، او الاكسودات اللي نزل، الاكسودات اللي نزل من الفازلز للتيشو هو ده اللي عمل الاديمه. مش انا قلت لك لما بيحصل فازو دايليتيشن الفازل بيبتدي يرشح ميه، يطلع ميه وبروتينز؟ ما هي الميه والبروتينز دي بتنزل فين؟ ما هي بتنزل في التيشو، فبتنفخ التيشو تعمل اديمه. يبقى احنا لحد دلوقتي جاوبنا الحمد لله على سؤالين. السؤال الاول الريدنس سببه ايه؟ ده اجابته اهي، سببه ده سببه فازو دايليتيشن. طيب السويلنج ده سببه ايه؟ بسببه الفلويد اكسوديت. يعني ايه فلويد اكسوديت؟ هو ده السائل اللي بيخرج من الفيزلز يا شباب، اللي هي الميه والبروتينز اللي خارجه من الفيزلز اللي مين؟ للتيشو. طب الفلويد اكسوديت ده بيميزه ايه؟ هل هو عباره عن ووتر بس؟ ميه بس؟ لا، ده عباره عن ووتر وايه؟ وبروتينز وحاجات تانية، بس اهم حاجه عندي بروتينز. يعني هو يعتبر بروتين ريتش ولا بروتين بور؟ لا طبعا هو عباره عن بروتين ريتش، يعني هو غني جدا بالبروتينز، تمام؟ فيبقى احنا كده عرفنا برضو السويلنج. طيب الهيت او الحراره دي سببها ايه؟ سببها برضو البلد، ان كميه البلد لما زادت درجه الحراره عاليه. يبقى احنا فاضل لنا لحد دلوقتي البين واللوز اوف فانكشن. البين دي سببها ايه؟ بمنتهى البساطه هي مش عليك، بس هي بمنتهى البساطه ان بيبقى فيه نيرفز موجوده هنا كده في التيشو، في نهايات كده عصبيه بتبقى موجوده هنا. النهايات العصبية دي لما المية والبروتينز بتزيد ويحصل سويلنج بتضغط على النهايات العصبية دي فتعمل لك البين، تمام كده؟ طيب نرجع تاني للانيميشن. احنا قلنا ان حصل اخر حاجة وقفنا عندها الفازو دايليتيشن اللي حصل. طيب ايه اللي هيحصل لما يحصل فازو دايليتيشن؟ قلت لك انها هتبتدي ترشح مية وبروتينز، فالمية بتقل من الفازل اللي موجود. لما المية تقل ايه اللي هيحصل للفيسكوستي؟ الفيسكوستي هي كمان بتزيد، ولما الفيسكوستي بتزيد، بص خدت بالك من السرعة بتاعت الار بي سيز؟ بص كده الار بي سيز كانت ماشيه سريعه عادي جدا مفيش مشكله، اول ما الفيسكوستي تزيد ويبتدي يرشح ميه، بس بدات تبقى بطيئه ازاي؟ الحركه بدات تبطا. ليه بدات تبطا؟ بسبب الفيسكوستي العالي. والحركه البطيئه دي يعني اللو اوف موفمنت دي او السلو موفمنت دي ليها اسم تاني اسمه ستيسيس. ستيسيس جايه من كلمه زي استقرار، حاجه زي كده. يعني ايه؟ الخلايا بدات تبقى بطيئه في المشي شويه، ما بتمشيش بسرعه، تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا كده خلصنا الفيزز او خلصنا وظيفه الهيستامين والبروستاجلاندين. عرفنا الهيستامين بيعمل ايه وعرفنا البروستاجلاندين والنيتروك اوكسايد بيعملوا ايه. فاضل لنا حاجتين لسه لحد دلوقتي ما عرفناهمش، السيتوكين والليوكوترينز دول بيعملوا ايه؟ اولا كده تصلي على النبي وتفتح لي مخك وتاخد كوبايه شاي كده جنبك، انا جنبي كوبايه الشاي فهاخد بق دلوقتي اهو، يلا وتبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم عشان نفهم السيتوكين والليوكوسايتس دي بتعمل ايه. بص يا سيدي، انت معلش واخد بالك بس من الاندوثيليال سيلز اهي، تعالى ناخدها كده الاندوثيليال سيلز دي ونتكلم عنها، يعني نكبرها شويه، نكبر الموضوع شويه. طيب اولا كده انا هشرحها، بس انت لو فهمت بنسبه 30% 20% ممتاز جدا، لان كده كده هوريك انيميشن ان شاء الله هيوضح لك الموضوع بشكل احسن. بص يا سيدي، دي الاندوثيليال سيلز اللي موجوده قدامك، وزي ما انت ملاحظ ان البيرمابيليتي اللي موجوده جوه، البيرمابيليتي بينهم يعني بدات تزيد، او الفراغات اللي ما بينهم بدات تزيد، فبالتالي البيرمابيليتي زادت وبلا بلا بلا والكلام اللي احنا قلناه ده. طيب وعرفنا وظيفه الهيستامين والبروستاجلاندين والنيتريك اوكسيد، فاضل حاجتين، فاضل عندك السيتوكين وعندك الليوكوترينز. خلينا كده في السيتوكين او اي واحد منهم ونشوف ده هيعمل ايه. بص انت عندك في الاندوثيليال سيلز هي من اسمها سيل، خليه. الخليه دي بيبقى جواها بروتينز معين اللي هي باللون الاخضر ده. البروتينز دي بتبقى نون اكتيفيتد، يعني مش شغاله، موجوده جوه الخليه عادي، ما يعني مستنيه اللي يحفزها. البروتينز دي اسمها ايه؟ اسمها سيلكتين. خلينا نعملها بالاخضر. اسمها ايه؟ اسمها سيلكتين.
طيب يعني ايه سلكتين؟ ايه الكلمة الغريبة دي؟ الاي ان اللي موجودة في الاخر يعني بروتين، يعني مثلا البروستاجلاندين اي ان ده بروتين، هيستامين اي ان بروتين، يعني اي حاجة اخرى اي ان دي بروتين، فسلكتين ده يعني بروتين اسمه سلكتين. طب ايه كلمة سلكتين دي؟ ده حوار كده يعني، المفروض ان هي نوع من العائلات اسمها لكتين، معرفش ايه، فمش عايزين نخش فيه، لكن انا بس عايزاك تعرف ان اي حاجة اخرها اي ان معناها بروتين. فدي عبارة عن بروتينات موجودة جوه الاندوثيليسز. هل هي اكتيفيتد؟ لا هي مش اكتيفيتد، هي ان اكتيفيتد او مش شغالة، مش بتتحفز. السيتوكينز او الليوكوترينز دي بيروحوا يعملوا ايه؟ بيروحوا يعملوا اكتيفيشن للبروتينز دي. بيعملوا ايه تاني معلش؟ اكتيفيشن للبروتينز دي. حلو، طب بيعملوا اكتيفيشن للبروتينز ازاي؟ او بالاحرى يعني شكلها في النهايه هيبقى عامل ازاي؟ انا اللي انا اعرفه انها موجوده جوه الاندوثيليال سيلز وملهاش اي لازمه. هيتحفزوا ازاي؟ قال لك هيطلعوها لبره، بدل ما هي موجوده جوه لا هتطلع بره، فهتبقى بالشكل ده، حاجه كده عامله زي المشبك او زي الشوكه، وبدل ما كانت موجوده جوه طلعت بره الخليه. ماشي حلو، انا لحد دلوقتي مش فاهم حاجه بس تمام. انا اللي انا فهمته ان في شويه بروتينز موجوده في الاندوثيليال سيلز، اللي حصل ان السيتوكين والليوكوترينز اللي طلعتها المستسل حفزتهم فطلعتهم لبره، خلتهم على سطح الايه، سطح الاندوثيليال سيلز. طب دول وظيفتهم ايه؟ ولا دول هيعملوا ايه؟ مش عارف. بس في حاجه انا واخد بالي منها، ايه الاحمر اللي موجود ده؟ قال لك الاحمر ده بروتين برضو. قال لا، بروتين ايه؟ اسمه ايه ده؟ قال لك اسمه باف. باف ايه باف ده؟ بليتلت اجريجيتد او اجريجيشن يعني فاكتور. ده عبارة عن بروتين برضو موجود على سطح الاندوثيليال سيلز. يبقى ايه الفرق بين الباف لحد دلوقتي وبين السلكتين؟ الباف ده اصلا موجود على سطحها، ما تقلقش هو موجود على سطح الاندوثيليال سيلز مفيش مشكله، لكن السلكتين لا، السلكتين كان موجود جوه الاندوثيليال سيلز وكان ان اكتيفيتد، ما كانش شغال، ولما جت السيتوكينز او لما جت الليوكوترينز، انا مش فاكره انهي واحده فيهم، فهنبقى نقراها في السلايدز ونشوف انهي واحده فيهم اللي عملت كده. المهم يعني ان هي عملت اكتيفيشن لمين؟ عملت اكتيفيشن للبروتينز دي وطلعتها لبره. حلو، فدلوقتي انا بقى عندي المنظر ده، عندي بروتينين موجودين على الاندوثيليال بتاع من بره. حلو، واحد منهم ريسبتور اللي هو السلكتين، هو ده الريسبتور يعني هيمسك في حاجه، اما الباف ده بروتين عادي جدا. حلو، طيب احنا كده فهمنا وظيفه ام البروتينات اللي احنا عمالين نتكلم فيها من الصبح دي بقى ايه. قال لك هي دي اللي هتمسك في الخليه. لا بالراحه بقى، مش احنا اتفقنا ان لما بيحصل فازو دايليتيشن، قلت لك ايه اللي بيحصل؟ قلت لك لما بيحصل فازو دايليتيشن الفيسكوستي بتزيد، فبتبتدي الخلايا ها تركن على جنب شويه، تقرب شويه من الاندوثيليال سيلز. حلو، فالاندوثيليال سيلز لازم تستغل هذه المرحله. ليه؟ لان انا في الاوله والاخيره انا بهبب ايه اصلا؟ انا عايز اجيب الخلايا اللي موجوده في البلد، انا عايز اجيبها جوه التيشو، هو ده اللي انا عايز اعمله. يعني انا كل وظيفتي ان انا عايز اجيب الخلايا اللي موجوده في البلد، الليوكوسايتس اللي موجوده في البلد، انا عايز اجيبها واعمل ايه؟ ادخلها جوه التيشو، هو ده اللي انا عايز اعمله. فالاندوثيليال سيلز هتستغل هذه النقطه ان هي تاخد الليوكوسايتس اللي موجوده في البلد، تستغل انها بتقرب ناحيتها وبتنزل لها انها تدخلها جوه التيشو. طب هتستغل ده ازاي؟ عن طريق الباف وعن طريق السلكتين. ادي ده السلكتين اهو، ده عباره عن ريسبتور او بروتين بس على شكل ريسبتور، وادي الباف اللي موجود وده عباره عن بروتين عادي. طيب هتيجي بقى الليوكوسايت اهي بالمنظر ده، ادي الليوكوسايت ماشيه في البلد عادي جدا، هتبتدي تمسك في السلكتين. ليه؟ علشان هي عندها ماده كيميائيه، الماده الكيميائيه دي مش مطلوب منك تعرف اسمها، بس الماده الكيميائيه دي الريسبتور بتاعها هو ده السلكتين، فهيمسكوا في بعض. حلو، بس في عندي مشكله صغنطوطه. ايه هي؟ انه الرابطه اللي ما بين الريسبتور وما بين الماده، يعني الرابطه اللي ما بين السلكتين وما بين الخليه، رابطه ويك، رابطه ضعيفه. فاللي بيحصل انها طالما رابطه ويك او ضعيفه مش بتثبت، الخليه مش قادره تثبت. ليه؟ الرابطه اللي ما بينهم ضعيفه، فكل شويه تربط وتفك، تربط وتفك. ليه؟ ما البوند اللي ما بينهم ضعيفه، الريسبتور مش قادر يمسك في الخليه كويس، فبيحصل رولينج. رولينج يعني تبتدي تتشقلب اهو بالمنظر ده. بص نعيد تاني اهي، ادي السلكتين، تبتدي الخليه تمسك فيه عشان الرابطه ضعيفه، تبتدي ايه؟ تعمل رولينج. رولينج يعني تتدحرج كده لحد ما ايه بقى؟ لحد ما تمسك في الباف بقى. يعني هي اول حاجه مسكت فيها كان السلكتين، بعد كده مش احنا قلنا في بروتين تاني اسمه باف، ده موجود عند الاندوثيليال سيلز على سطحها،
على ليه ريسبتور الباف ده ليه ريسبتور على الخليه، يبقى عشان ما نتلخبطش في الحته دي بالله عليك. انت عندك دلوقتي مين الريسبتور ومين اللايجند اللي هو اللي هيمسك فيها؟ اولا انت عندك الريسبتور هنا السيلكتين، السيلكتين ده ريسبتور. طب مين اللايجند بتاعتها، مين الماده الكيميائيه اللي هتمسك فيها؟ ماده مش مطلوب تعرف اسمها، بس هي ماده موجوده عند الليوكوسايت. امال السيلكتين ده موجود فين؟ موجود عند الاندوثيليال سيل. مفهوم كده الكلام ده؟ طيب ده كده اول حاجه. مين بقى الريسبتور التاني ومين اللايجند؟ في هنا باف ريسبتور، ده موجود فين؟ ده موجود على الليوكوسايت بقى، فهمت الحته دي؟ واللايجند بتاعها الباف، بس ده موجود فين؟ ده موجود على الاندوثيليال سيل. فهمت كده يا شباب؟ يبقى الاندوثيليال سيل عندها ريسبتور وعندها ماده، الريسبتور بتاعها سيلكتين والماده بتاعتها باف، والسيلز عندها الليوكو عندها قصدي ماده وعندها كمان ايه؟ وعندها ريسبتور. تمام؟ طيب نرجع اهو، ادي السيلكتين، السيلكتين ده الايه؟ ده ريسبتور موجود عند الاندوثيليال، وادي اللايجند بتاعها اللي هي الاوليجوساكرايد، الاوليجوساكرايد هيمسك فيها. حلو، بعد كده عندك الباف، الباف ده ريسبتور ولا ماده؟ ده بروتين، ماده عاديه. بص بقى كده، الخليه نفسها او الليوكوسايت نفسها عندها ريسبتور ليها، فتبتدي تمسك فيها. حلو، لما يجي بقى الباف يمسك في الريسبتور بتاعه تاني، لما الباف الموجود عند الاندوثيليال سيل يمسك في الريسبتور بتاعه، ايه اللي بيحصل؟ شايف البتوعتين دول اللي موجودين هنا، دول اللي هم تحس ان هم ايدين كده، الاثنين دول اسمهم ايه؟ بروتينات. برضو اسمهم ايه؟ اسمهم انتجرين. اسمهم ايه؟ انتجرين. هم دول كده اسمهم ايه؟ اسمهم انتجرين. ايه الانتجرين دول؟ قالك الانتجرين دول عباره عن بروتينز موجوده فين؟ موجوده على سطح الليوكوسايت. حلو، قالك انت عارف طبعا ان الليوكوسايتس لما بتمسك في السيلكتين الرابطة ما بينهم ضعيفة، فبيحصل رولينج، بتقعد تتشقلب، ففي النهاية برضو ما قدرتش ادخلها للتيشو، ما عرفتش ادخل الليوكوسايت للتيشو برضو. قالك بقى لما الخلية دي تيجي تمسك في الباف، اللي بيحصل ايه؟ الانتجرنز دي تبتدي تتحفز، فلما الانتجرنز دي تتحفز تمسك في ريسبتور تاني اسمه اي كام ريسبتور. الاي كام ريسبتور ده موجود على الاندوثيليال سيل. لما الانتجرنز تمسك على الاي كام ريسبتور، قال لك لا ده سترونج يا معلم، ده سترونج بوند. يعني ايه؟ يعني الريسبتور هيمسك في الخليه، شكرا، هيربط فيها، هيوقفها في مكانها، مش هتبقى تتشقلب وتعمل رولينج وهبه وتديله، مش الكلام ده. انت فاكرني سيلكتن ولا ايه؟ انتهبل ولا ايه يا عم؟ لا، ده انا اي كام. اي كام يعني ايه؟ يعني انا ريسبتور بعمل سترونج بوند مع الانتجرنز. تمام كده؟ وده هيخلي الخلايا بتاعتي تقف في مكانها، خلاص ما تقعدش تعمل رولينج تاني. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا كده فهمنا دلوقتي المفروض الخلايا هتقف ازاي عند الاندوثيليال سيلز. اول حاجه ان هي بيحصل مايجريشن. مايجريشن يعني ايه؟ بتبتدي تترسب شويه عند الاندوثيليال سيلز، او تهاجر للاندوثيليال سيلز. ليه؟ بسبب الفيسكوستي العالية. طيب بعد كده قلنا عندنا حاجة اسمها بروتينز جوه الاندوثيليال سيلز اسمها سيلكتين، دي عبارة عن ريسبتورز بايظة مش شغالة. لما يجي بقى السيتوكين او تيجي اللي هي الحاجات اللي بتطلع من الماست سيل دي، هتحفز الريسبتورز دي وتطلعها بره، فتبقى بالمنظر ده. قالك الريسبتورز دي هتمسك في الاوليجوساكرايدز اللي موجوده في الليوكوسايتس، مش مهم تعرف اسمها، بس هي هتمسك معاها بويك بوند، يعني رابطه ضعيفه، فهتفضل تعمل رولينج رولينج رولينج، تتشقلب على الاندوثيليال سيلز لحد ما الباف اللي موجود على الاندوثيليال سيلز يمسك في ريسبتور لليوكوسايت. لما يمسكوا في بعض ايه اللي هيحصل؟ بيتحفز الانتجرنز، ده بروتينز موجودة على الليوكوسايتس، الانتجرنز دي لما بتتحفز هتمسك في ريسبتور كمان يخرب بيت كده اسمه اي كام، بس الريسبتور ده ايه؟ ده سترونج ريسبتور او بيعمل سترونج بوند، فبالتالي الخلية بتقف. ولما الخلية بتقف ايه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ يبتدي يحصل اكزيت، يعني تبتدي الخلية تخرج بره الجسم عادي جدا، او تخرج بره الاندوثيليال سيلز. زي ما هو واضح اهو قدامك هنا، دي الخلية بعد ما عملت مايجريشن خلاص وراحت للاندوثيليال سيلز، اللي ابتدي يحصل بعد كده انها تخرج من الفيزلز تروح بعد كده للتيشو. تمام؟ بالمنظر ده.
اهي بص تبتدي بقى خلاص تخرج من البلاد فيزلز للتيشو تاني اهو. طيب تمام كده يا شباب، تعالى بقى نقرا السلايدز. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الجنرال فيزرز للانفلاميشن. الانفلاميشن دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ديفنس هوست ريسبونس. احنا قلنا دي اول حاجه، قلنا ضد مين؟ قلنا ضد اي باثوجين او نيكروتيك تيشو، مش شرط باثوجين. وقلنا كمان ان ناخد بالنا ان هي ممكن تعمل ايه، تعمل تيشو دامج او تعمل دس. وقلنا سبب ده ايه، لو كانت الانفلاميشن اقوى من السيل انجري ده ممكن يعمل لي دس او يعمل لي تيشو دامج. طيب احنا بنقسم الانفلاميشن على مرحلتين، مرحله اسمها فاسكولار رياكشن ودي اللي انا شرحتها، اللي هو ايه اللي بيحصل على مستوى الفيزلز، وفي حاجه اسمها سيلولار ريسبونس ودي هنقولها ان شاء الله الفيديو اللي جاي، ده بيبقى على مستوى السيلز نفسه. تمام. طيب قلنا كمان ان هي بتتلخص في خمس مراحل: ريكوجنيشن للانجريس ايجنت، ريكوكمنت لليوكوسايتس، ريموفال للايجنت، ريجوليشنز للريسبونس، ومعاهم ريبير او ريزوليوشن، انا بصلح التيشو اللي باظ عندي. قلنا التايبس اوف انفلاميشن، الاكيوت ده بيبقى من دايز لاسبوع تقريبا، الكرونيك ده بيبقى لا مده اطول شويه وبيبقى جراديوال اونست، وعندنا السب اكيوت ده بيبقى بين البنين، وقلنا مثال عليه اللي هي ايه، اللي هي الهيباتايتس بي. قلنا الخطوات بتاعه الانفلاميشن ايه، اول حاجه قلنا بيحصل ترانزيت فازو كونستريكشن، قلنا ده بيبقى سببه نيرف انه او سببه مثلا يعني نيرف مثلا خضه من النيرف، او قلنا كمان ان ممكن الجسم بيبقى خايف ان هو يفقد دم كتير ف بيبقى بيعمل ترانزيت فازو كونستريكشن. طب ده بيحصل امتى؟ قلت لك بيحصل في البدايه على طول، اول ما الدبوس يخش في الجسم او اول ما البكتيريا تخش على طول. فبيقول لك ان الاكشن اوف اريتانت اون فيزيبل، يعني بيحصل اول ما الايه، ما يحصل اريتيشن او اول ما الدبوس يخش على طول. بعد كده بيحصل فازو دايليتيشن للارتريول الاول، الارتريول، وبعد كده الارتريول يعمل ايه، يعمل للكابيلاريز عن طريق ايه، قلنا الارتريول ده سموث ماسل ريلاكسنت، فهيحصل عن طريق الهيستامين والنيتريك اوكسيد والبروستاجلاندين. طب فين البروستاجلاندين؟ دي موجوده في الاخر، في اخر سلايد خالص هتلاقي مكتوب ان البروستاجلاندين اهي بتعمل فازو دايليتيشن. تمام، فعشان كده قلتها يعني. طيب ماشي، وقلنا ده هيزود البلاد فلو اللي موجود جوه الفيزلز. الفيزلز لما حصلها فازو دايليتيشن كميه الدم بقت موجوده كتير، فده بيسبب لي هايبريميا. هايبريميا يعني كميه الدم بقت كتيره. وقلنا كمان ان المسافات بين الاندوثيليال سيلز بتبتدي انها توسع، فده بيزود البريمابيليتي، وبالتالي لما هيزود البريمابيليتي مع البريشر العالي اللي موجود في الانترافاسكولار هيخلي يحصل حاجه اسمها اوت بورينج. يعني ايه اوت بورينج؟ يعني يرشح، يبتدي الفيزل يرشح ميه، بس الميه مش بتخرج لوحدها لان هي المسافه وسعت، فبتخرج ميه وبيخرج معاها شويه بروتينز، وعلى فكره ممكن يخرج ار بي سيز معاها، ده ليها اسم برضو، وهكذا. يعني ممكن ايه، الاكسوديت مش شرط يبقى مايو بروتينز بس، لكن ممكن يبقى معاها حاجات تانية. بس اللي بيميز الاكسوديت ده او اللي بيميز الفلويد اكسوديت ده بالذات ان هو بروتين ريتش. ليه؟ لان في اكسوديت تانية بتكون بروتين بور، فتاخد بالك من الحته دي، ان الفلويد اكسوديت او الانفلاميشن فلويد اكسوديت ده بيبقى بروتين ايه، بروتين ريتش. وانت فعلا ان لما المية ترشح من الفيزلز بالتالي كمية المية اللي بقت موجودة جوه الفيزل قليلة، فبالتالي لما كمية المية تبقى قليلة الفيسكوستي بتزيد، ولما الفيسكوستي بتزيد ده بيخلي سلوينج للبلد ستريم، الخلايا الار بي سيز والبلد نفسه يبقى سرعته أبطأ، وقلنا ده بنسميه ستيزز أو زي استقرار شوية، وده بيخلينا نحذف الخلايا على جنب. الخلايا بتبقى قريبة شوية منين؟ من الاندوثيليال سيلز، أو بيحصل لها اكيوميليشن، يعني بتبتدي زي كأنها تتراكم كده على الاندوثيليال سيلز. تمام كده؟ طيب العمليه دي بنسميها مايجريشن. كلمه مايجريشن الحرفيه يعني هجره، فكان الخلايا بتهاجر لمين؟ بتهاجر للاندوثيليال سيلز. تمام كده؟ طيب بعد كده قلنا كمان انه هي السلايد هنا مترتبه بشكل رخم شويه، بس زي ما اتفقنا يعني قلنا ان لما الفيزل بتاعي يرشح ميه والميه بتبتدي تخرج، قلت لك الميه بتخرج معاها ايه؟ معاها بروتينات، وممكن يخرج معاها شويه ار بي سيز وهكذا. بس اهم حاجه قلناها انه الفلويد اكسوديت ده بروتين ريتش. طب طالما هو بروتين ريتش، الفلويد ده بقى هو رايح منين لفين؟ صحيح رايح من الفيزل للتيشو، صح ولا مش صح؟ فبالتالي التيشو ده بقى عنده ايه، بقى عنده سويلنج، بقى منفوخ بسبب الميه والبروتينز اللي موجوده. طب البروتينات بتعمل ايه في البريشر؟ بتزوده، فهيزيد الهيدروستاتيك بريشر اللي موجود في التيشو، وهيقل الهيدروستاتيك بريشر اللي موجود في الفيزلز، وده بالتالي هيخلي الميه تتحرك من التركيز القليل للتركيز العالي بالاسموزز، فالميه هتخرج اكتر واكتر واكتر من الفيزلز، يعني الفيزلز هتفضل ترشح ميه اكتر واكتر واكتر، والايديما تفضل تزيد اكتر واكتر واكتر. تمام كده؟ طيب طيب وده طبعا اللي بيسبب لي ايه، بيسبب لي الايديما اهو بالمنظر ده زي ما انت شايف.
طيب بالنسبة بقى للإكسترافيزيشن، يعني إيه إكسترافيزيشن؟ يعني عملية خروج الليوكوسايتس من البلد. طب إحنا اتفقنا أنا ليه بعمل إكسترافيزيشنز أو ليه ببقى عايزة أخرج الليوكوسايت أصلا من البلد؟ أنا بعمل كده علشان أنا عايزة الليوكوسايتس توصل للتيشو عشان تموت لي الباثوجين. أمال أنا جايبها ليه؟ أنا عشان عايزة أموت الباثوجين اللي موجود في التيشو، تمام كده؟ فقال لك أول حاجة أنا بعمل أكتيفيشن للليوكوسايت. مايجريشن وبافيمنتيشن دي يعني إيه؟ يعني بعد ما بيهاجر تبتدي انها تعمل ادهيشن، تبتدي انها تمسك شويه في الايه، في الـ في الاندوثيليال سيلز. بصوا السلايد دي رخمه قوي، يعني رخمه قوي قوي قوي، مش هتفهم منها حاجه، فخليني انا اشرحها لك بالايه، بالكتابه احسن، يعني عشان تبقى انت فاهم الموضوع بشكل احسن، فخلينا نشرحها بالكتابه. انت اول حاجه حصل ايه؟ استنى يا ابني استنى، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انت اول حاجه كده حصل ايه؟ حصل انه الفيسكوستي قلت، سوري معلش، الفيسكوستي زادت، الفيسكوستي زادت، ولما الفيسكوستي زادت حصل سلو للموفمنت، الموفمنت بتاعتي مالها قلت، فحصل استاسس. استاسس يعني ايه؟ يعني بدات البلاد ستريم يقل، وحصل بعد كده مايجريشن. مايجريشن يعني ايه؟ يعني بدات الخلايا الليوكوسايت بدل ما كانت بتمشي في البلاد ستريم عادي، بدات انها تركن شويه على جنب، على جنب الاندوثيليال سيلز. قلنا الاندوثيليال سيلز دي هتستغل هذه الطريقه عن طريق انها عندها بروتين اسمه سيلكتين، وقلنا السيلكتين ده كان ايه؟ كان في الاول خالص كان نون اكتف، ما كانش اكتف، قلنا بعد كده هيتحول يبقى اكتف ويطلع على سطح الاندوثيليال سيلز عن طريق مين؟ قلنا عن طريق السيتوكينز او الليوكوترينز. استنى كده نتاكد بالمره، معلش عشان انا ايه مش فاكره هي كانت مين فيهم بالظبط، هل السيتوكين ولا كانت الليوكوترينز؟ اهي الادهيشن دي الليوكوترينز والليوكو اكتيفيشن، لا الليوكوترينز شباب، خلينا نقول الليوكوترينز، تمام كده. لا استنى كده، فين السيتوكين اصلا؟ انا مش لاقي السيتوكين، يا لهوي يما على العمى. اهي السيتوكين اهي، الاثنين على فكره يعتبر الاثنين، يعني هنقول الاثنين زي ما هم، صح احنا ماشيين مظبوط الاثنين يا معلم، تمام. يبقى بيحصل اكتيفيشن عن طريق السيتوكين وعن طريق سوري هيحصل قصدي اللي هو البروتين يعني كده، عن طريق السيتوكين والليوكوترينز، تمام. طيب وقلنا بعد كده الريسبتور ده اللي هو السيلكتين ده هيبتدي ان هو يمسك في الخليه، تمام كده، فهيبتدي ان هو يعمل اتاتش بالليوكوسايت. طب هل الاتاتش ده قوي ولا ضعيف؟ لا احنا قلنا هو عباره عن ويك اتاتش، فده هيسبب ايه؟ هيسبب رولينج، ان تبتدي انها تتحرك، تتدحرج، واجري يا رمان وتعالى على حجري يا رمان، تبتدي انها تتدحرج على الاندوثيليال سيلز لحد ما يحصل ايه؟ لحد ما الباف يمسك في الريسبتور اللي موجود فين؟ الريسبتور اللي موجود في الليوكوسايت، ولما هيمسك فيها ايه اللي هيحصل؟ هيعمل اكتيفيشن للانتجرنس، ولما يعمل اكتيفيشن للانتجرين اللي موجود عند الليوكوسايت اللي هيحصل انها هتعمل سترونج بوند او هتمسك يعني او سترونج اتاتش مع مين؟ مع الاي كام ريسبتور اللي موجود على الاندوثيليال سيل وبس. ولما تعمل سترونج اتاتشمنت مع الاي كام ده هتثبت في مكانها، ستوب، هتثبت في مكانها، ولما تقف في مكانها هتبتدي انها تخرج، تحصل اكسترافيزيشن او تبتدي انها تخرج بره الايه، بره الاندوثيليال سيل وتروح لمين؟ وتروح عند التيشو، تمام كده. طيب عايزين بس نعرف اسامي العمليات دي، الليوكوسايت ليفز اكسل بلاد ستريم مايجريشن فولود باي رولينج، بعدها ادهيشن، ادهيشن يعني هتبتدي بقى تمسك. المايجريشن اوف ليوكوسايت ساعات ممكن نسميه سودوبوديا، سودوبوديا يعني ايه الكلام ده؟ عارف العمليه اللي بتخرج منها الخليه للتيشو؟ يعني بص كده بالمنظر ده، انت ملاحظ ايه؟ ادي الخليه اهي، وهي بتخرج هتلاحظ انها بتتكرمش كده، بتضيق وهي بتخرج، لا وبتوسع تاني، بص اهي اهي، شايف 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 بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتتحرك باقدام كاذبه، هي دي اللي بنسميها السودوبوديا، اللي هي عباره عن اقدام كاذبه بتتحرك بيها الليوكوسايت. والاوموبوديا موفمنت دي هي دي الموفمنت، يعني هي مالهاش شرح، هي دي الموفمنت بتاعت الحركه، بنسميها كده ان هي بتضيق كده من النص وتعدي. طيب مين اللي بيخرج الاول؟ اول حاجه بتخرج النيوتروفيل وبعدها على طول المونوسايت، واحنا عارفين ان المونوسايت لما بتخرج بتتحول للايه؟ للماكروفيج، واتفقنا ان ساعات مع الاكس ديت
الار بي سيز بتخرج هي الاخرى، تمام؟ لما الار بي سيز تبقى موجوده في الاكسديتا عندي دي بنسميها دايابيتس. دايابيتس دي يعني عندي ار بي سيز موجوده في الاكسديتا اللي عندي، تمام كده يا شباب؟ طيب قلنا الفانكشنال للانفلاميشن ايه؟ دايلوت للمايكرو اورجانيزم او التوكسيز، انها بتتخلص على قد ما تقدر من المايكرو اورجانيزم والتوكسيز. مش انا قلت لك برده ان البروتينز اللي بتخرج من الفيزلز مش شرط انها تبقى بروتينز عاديه، ممكن تبقى قلت لك على شكل كيميكال ميدييتور، ممكن تبقى على شكل انتي بودي، وقلت لك ممكن تبقى على شكل كمان بلازما بروتين. الانتي بودي اهو الكيميكال ميدييتور اهو، امال مين البلازما بروتين؟ الفايبرينوجين. الفايبرينوجين ده عباره عن بلازما بروتين، ده اللي هيعمل ايه؟ ده اللي هيلائم الجرح، يعني التيشو بتاعي باظ فابتدي ان هو يربط التيشو ويصلحه، تمام كده؟ ومش بس كده، ده بيعمل حاجه مهمه جدا، بيعمل لوكاليزيشن للانفكشن. يعني ايه؟ يعني بيحجم البكتيريا، بيحجم الفيروس، بدل ما ينتشر في الجسم كله لا انا هخليه عند الايه، عند المنطقه دي بس مش اكتر من كده، تمام؟ طيب كده يا شباب احنا نبقى خلصنا الفيزل ايفنت او الجزء الفيزل، هيبقى فاضل لنا بعد كده مرحله السيلولرز ايفنتس هنتكلم عنها ان شاء الله الفيديو الجاي. فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.